السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تيبازا ونشوف أين وصلت الأشغال بملعب نتاع الشرشال اللي يعني المشروع هذا يعني تأخر كثيرا، حيث أنه عنده حوالي 14 سنة من اللي بدأ في الأشغال فيه، رغم أنه يعني بسيط، يعني بسيط جدا الملعب هذا، ما فيش أمور يعني غريبة ولا حاجة، أمور يعني كبيرة تقنية ولا يعني الشيء مؤسف أنه مشابه بهذا الحجم. يعني كان من المفروض إذا المشروع هذا ما اكتملش نحجدو قاعتك نحجدو، لأنه والله نشوف الصور ما زال يعني في حالة بدائية. إن شاء الله تكتمل الأشغال هذا ولا حتى التصميم، يعني أكل عليه الظهر وشارب. المهم اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.